دكتور مالك، صباح النور. صباح النور، يا هلا، اهلا وسهلا فيكم جميع المشاهدين. اهلا وسهلا بك دكتور. اذا اليوم نحن نحتفل باليوم العالمي للمسنين، ذكرنا انه هذا اليوم مهم جدا، وذكرنا ايضا شعار هذا العام حمايه كبار السن خلال كوفيد 19 وما بعده. ما اهميه الاحتفال بهذا اليوم العالمي لكبار الدار والمسنين؟ يعني نقدر نحكي انه الاهميه في الاحتفال، اهميه الاحتفال في اليوم العالمي للمسنين السنه، هي اهميه رمزيه بتاكد انه احنا لهذه الفئه في المجتمع انها فئه مهمه، فئه نستفيد من خبراتها، فئه لا نستغني عنها في ظل التحدي اللي عم بيواجهوه في كوفيد 19. جميل. لماذا طبعا تكون فما هناك إهمال للصحة النفسية للمسنين إن كان بقصد أو بغير قصد دكتور مالك؟ أحيانا للأسف ثقافة المجتمع تشير إلى أنه تأخر في السن أو كبر السن واحدة من مؤشرات المرض أو إحدى مؤشرات لوحدها أنه لازم الإنسان لما يكبر في السن تصبح عنده أمراض. في الحقيقة أنه هم معرضين أكثر، نعم، للأمراض، لكن مع العناية والاهتمام والمتابعة وتحديدا العناية النفسية والدعم النفسي اللي بتقدم لهذه الفئة من المجتمع راح يكونوا بعيدين بإذن الله عن الأمراض وعن المشكلات. والدراسات العلمية كثير بتحكي لنا أنه الصحة النفسية الإيجابية لدى كبار السن بتحسن من جهاز المناعة ومن مقاومتهم للأمراض. لكن الإهمال أحيانا بيكون لأنه العالم يتجه نحو الأطفال، الاهتمام في الفئة العمرية اللي هم فئة الصغار. بتلاحظ مثلا الآباء إذا ابنه كان مريض بيسارع في أخذه للطبيب، لكن إذا كان شخص كبير في السن ممكن يتم تأخير هذا الشيء وبالتالي مضاعفات أكثر ومشكلات مرضية أكثر. دكتور مالك، خلينا نتحدث على تأثير الأزمات العالمية خاصة كجائحة كورونا اليوم. طبعا جائحة كورونا نعرف قديش أثرت على المسنين، وخاصة وأنه كنا ما نسمعوه دائما وما نسمعوه إلى حد هذه اللحظة، وأن كورونا يؤثر بشكل كبير على كل من هم كبار في العمر. هذا ما مدى تأثيره على الصحة النفسية للمسنين؟ نعم، في الحقيقة شعور المسنين بأنهم يجب عليهم الالتزام في البقاء في المنزل، قلة الاختلاط في الآخرين، قلة التواصل أحيانا مع أبنائهم بسبب أنه الأبناء ممكن بيشتغلوا في أعمال ممكن تجعلهم قريبين أو معرضين للفيروس، فبعدهم عن مجتمعهم، عن أحبابهم، عن أولادهم بشكل مزيد من الضغط لدى هاي الفئة. الآن هذا الضغط النفسي بتفاقم مع مدة الأزمة الطويلة اللي احنا عم نقرب على مدة سنة من أزمة كوفيد 19، وهذا اللي بيزيد من الأزمة. الوقت عامل مهم، البعد عن الأقارب المهمين مثل الأبناء عامل مهم، شعورهم بأنه محدودية الحركة أيضا عامل مهم في هذا الجانب، خاصة وأن شعورهم أيضا أن هم معرضين مباشرة في حال الإصابة إلى لا قدر الله الموت مباشرة، لأنه نظرا لأنهم كبار في العمر وقد يؤثر عليهم الفيروس بشكل كبير. هذا أيضا إلى أي مدى يمكن أن يسبب الاكتئاب للمسنين؟ كيف يمكن أن نساعدوا وأن ندعموا صحتهم النفسية؟ الكثير من العوامل قد تؤدي إلى الاكتئاب، من ضمنها المخاوف المرضية أو الخوف من الوفاة والموت. هذه العوامل لما تكون مجتمعة بتزيد من خطر الإصابة في الاكتئاب، بالتالي مزاج متدني، فقدان الدافعية، عدم الرغبة في مقابلة الأشخاص والأحباء، عدم الرغبة في الأكل، تدني ونزول في الوزن، مشاكل في النوم. هذه المشكلات اللي ممكن يعرضها المسن مع الضغط. بالضبط، أيضا يرافقها ضعف المناعة الجسدية ضد الأمراض. إذا هذه الأخطار ممكن نفهم أنه المسن في حالة قريبة من الاكتئاب أو مصاب بالاكتئاب، وفي هذا الوقت لابد من طلب المساعدة من شخص مختص يستطيع حل المشكلة في أسرع وقت ممكن وبأقل تدخل دوائي ممكن. دكتور مالك، الأشياء اللي ذكرتها هل هي تكون مؤشرات تنبهنا وأن المسن تخل في حالة اكتئاب، وما متى يتم اللجوء للتدخل الطبي مباشرة؟ نعم،
ممكن نلجأ للتدخل الطبي يعني التدخل الطبي الدوائي هو غير تدخل زيارة الأخصائي النفسي. زيارة الأخصائي النفسي مش شرط فيها، ليس شرطا أنه تكون مصاب بالاكتئاب المرضي. قبل ما احنا نوصل هذه المرحلة وقبل ما احنا ندخل في مرحلة الاكتئاب المرضي، ممكن نستشير شخص مختص يساعدنا ما ندخل في هذه المرحلة من باب الوقاية. لكن التداخل الدوائي أو الطبي الدوائي تحديدا يوصل لما المسن يصبح عاجز عن ممارسة أنشطته اليومية، عاجز عن التواصل مع أحبائه، نزول حاد في الوزن، مشاكل في النوم بتسبب عدم مقدرته على الدخول في النوم. هذه المؤشرات هي مؤشرات طبية يفترض إحنا نكون عملنا تدخل قبل ما نوصل لهاي المرحلة. بحاجة أخرى أيضا دكتور مالك، علاقاتنا الاجتماعية قد تؤثر، معناها طبعا هي وسلوكنا اللي يكون موجود في مجتمعنا في التعاطي مع المسن خاصة على نفسيته، وطبعا ما هو تأثير الإهمال عليه نظرا ولأنه أيضا نعرف هناك أرقام مخيفة نوعا ما عن الأبناء اللي تهمل أبائها. نعم، يمكن إشعار المسن بانعدام الإنتاجية أو انعدام القيمة أو أنه أنهى مرحلة العمل والتقاعد ثم الجلوس في المنزل هو واحدة من أهم المشكلات اللي لازم إحنا كمجتمع نصححها. الإنسان الكبير في السن هو إنسان عبارة عن كنز من الخبرات، كنز من المعارف والاستشارات، هم بيضفوا نوع من البركة ونوع من الجو النفسي الإيجابي في المنزل والبيت ومع الأطفال كذلك. أيضا تفعيل دورهم في هاي المرحلة بمعنى الانشغال في حديقة في المنزل، الانشغال في أعمال أو هوايات سابقة لهم من قبل، هاي الأعمال وتشجيعهم عليها خصوصا يعني كأبناء لابد من يكون لهم دور في هذا الجانب. هو الدعم النفسي بيكون من أقرب الأشخاص لإلنا، ثم بتتسع الدائرة كمجتمع لإيجاد برامج تدعم المسنين، برامج وجمعيات تشغل من وقتهم، تشعرهم أن لهم دور في الحياة، وتشعرهم كذلك أنهم مستمتعين وأنهم في الحقيقة المسؤوليات والأعباء خفت عنهم ومتاح لهم الآن. فإعادة النظر لمرحلة الكبار السن على أنها مرحلة من الرفاهية والإجازة، مرحلة من الاستمتاع بالهوايات من جديد، يعيد لهذه المرحلة رونقها واستمتاعها وجمالها. آخر سؤال بشكل سريع دكتور مالك، ما أهمية تربية أطفالنا على احترام المسنين، وكيف ينعكس احتضان المسن من قبل الأولاد والأحفاد عليه؟ نعم، تربية الأطفال على احترام المسنين هي أحد العوامل اللي تجعل للكبار في المجتمع قيمة. فبالتالي المجتمع الذي يحترم الكبير يمكن في هذا المجتمع حل المشكلات بسهولة. فإذا حصل أي مشكلة ما بين الأطفال ما بين صغار السن يلجأوا لكبار السن لحل هذه المشكلة. أيضا الآباء سيصبحون أجداد كذلك، صحيح. فإذا تم تربية الأبناء على احترام كبار السن فهم سيورثون هذا الاحترام للأجيال القادمة. كما أن الأطفال بحاجة لرعاية واهتمام، فكبار السن لهم حاجات من الاحترام، لهم حاجات من الاستماع، لهم حاجات من الوقت والعناية. فتربية الأطفال على هذه الحاجات كواجبات منذ الطفولة تجعلهم يقومون بها عند الكبر بخفة، تجعلهم يقومون بها دون أن يشعروا بتثاقل من هذه المهمة. جميل، الاختصاصي في علم النفس الدكتور مالك الشامي كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا دكتور.